الشعب المصري بيحب الكلام من قبل ما يعرفك وقبل أي سلام، تعرف قصة حياته من زمن الزمان. في كلام يتقال موزون وكلام يتقال ملهوش مضمون، وهو كله كلام في كلام. أهلا بيكم في أولى حلقات برنامجنا كلام في كلام، معاكم ندى علاء في حلقة النهاردة. وأول فقرة حابين نبدأ معاها بيكم أو نبدأ بيها معاكم هي فقرة شبابية عن الفن والكوميديا والضحكة المستخبية اللي عشناها في أشهر مسرحية، وهي مسرحية العيال كبرت. ولكن النهاردة يبقى معانا فريق مسرحية العيال كبرت الجزء الثاني، اللي عمله فريق اسمه مونولوجات المسرحية، فريق شباب عمل فكرة بطريقة جديدة لمسرحية الناس كلها بتحبها. معانا النهاردة محمد مصطفى مخرج العرض وممثل دور سلطان وتصميم الديكور، وكمان محمد حسام ونغم أسامة وأنس هشام. برحب بيكم جدا في حلقة النهاردة، أهلا بيكم. حابة أبدأ بصراحة مع محمد لأن هو صاحب الفكرة وصاحب الفريق كمان من البداية. محمد قولي يعني مشوار مودي من يعني هو شهيب مودي، حابين نوضح ده في الأول. مشوارك بقى بدأ إزاي؟ من ناحية التمثيل يعني أنا أول ما بدأت في المدرسة من وأنا في أولى ابتدائي، فضلت إن أنا ماشي في الرحلة، بدأت مع فرق اسمها سايكوباتي ونزلت في توجيه وكلام من ده. ابتديت إن أنا حبيت إن أنا أشتغل برا، فنزلت وسط البلد، تعرفت على فريق مسرح وشباب ومخرجين، وتعلمت يعني إخراج، يعني تمثيل، زقف على مسرح، وابتديت بقى إن أنا أجمع كاست. فضلت برضك ان انا اجمع في ناس وكذا وكذا، جات لي بقى الفكره ان انا ابتدي اعمل حاجات كتيره مش ما اتعملتش قبل كده، ادخل حاجه ما حدش عملها، قلت انا هعملها، ان انا بحب ابقى مختلف عن باقي الاعمال اللي اتعملت. طيب لما قررت ان انت تعمل فريق او فريق مونولوجات المسرحيه، بدا معاك ازاي؟ هو بدا معايا بصعوبه جدا، ان الكلام ده كان في 2020 من شهر 3 في اول الازمه اللي جت دي، كنت قاعد حجر بقى وحظر، ربنا ما يرجع الامن دي تاني. وانا بتفرج على المسرحيه بتاعت العيال كبرت، قلت طب انا ليه ما ادخلش حاجه، ما نعملش حاجه زي كده تاني، ان المسرحيه جميله والناس كلها بتحبها. قلت خلاص احنا بدل ما نعمل فكره هي ونقلد ونجيب الناس، لا احنا نخترع احفاد. طبعا اشتغلت عن المسرحيه طبعا للمؤلفه روان احمد، دي صديقتي يعني، وكلمتها وقلت لها عايزين نشتغل عن المسرحيه دي. طبعا طبقناها، قعدنا نكتبها حوالي 6-4 شهور نكتب فيها. طبعا كتبناها وقلنا خلاص هنبقى ضن، جبت كاست قعد معانا اشتغل بردك معايا، بس ما حصلش النصيب ان احنا نشتغل مع بعض. جبت كاست تاني بردك نفس الكلام، لحد ما جبت الكاست بتاع مونولوجات الاخير اللي هو محمد وانس ونغم، وكان في بردك معانا ناس تانية، وبالتالين بقى نشتغل عليه. قعدنا بالظبط كام، قعدنا 7 شهور ونص بنعمل بروفات، ده غير اللي قبليها يعني. انا شغال في العرض ده عامه اشتغلت عليه بالظبط 1 سنة و4 شهور. طب محمد حسام دلوقتي عايز اعرف انت عرفت الفريده ازاي؟ لا هو في البداية أنا أصلا ما ممكن بس أقرب مايك شوية. هو أنا عرفته عن طريق واحدة كانت معايا في الكلية، كانوا بيتكلموا يعني مايك على حوار التمثيل ده وكده، فأنا ما كنت، كان الحوار ده في بالي من زمان قوي، نفسي أجرب ونفسي أخد فرصة حاجة زي كده يعني. فقابلت محمد، رحت له يعني في اليوم ده وكلمته، وقعدنا مع بعض فترة كبيرة يعني، وخدت الدور من ساعتها. يعني انت اصلا اوريدي كنت عارف محمد؟ لا هو محمد لا ما كنتش اعرفه قبلها، عرفته ساعه البروفات وكده. البروفات قبلها ما كنتش اعرفه. وانت عارفه من الاول ولا ايه انس؟ لا انا مو ده عرفته بالصدفه. ازاي؟ حرفيا بالصدفه يعني. ازاي؟ ازاي انا جت فتره كده يعني خلاص خلصت الكليه وقعدت في البيت، ففي بوست على الفيس عايزين ممثلين، واحد صاحبي عمل لي منشا مش عارف ايه، تمام، رحت عملت الانترفيو بتاع الكاست يعني. بس في يوم كان هو سكتش بسيط في يوم العرض، وانا بعمل بروفا كان مودي موجود، فلقيته جه كلمني احنا عايزينك معانا بنعمل كذا كذا، قلت له ماشي معاك. بس رحت اشتغلت معاهم بروفات حوالي شهر وشكرا على كده.
يعني انت طب انا سمعت ان هي المسرحيه خدت بروفات حوالي 7 شهور. انا اخر واحد جه ما شاء الله. دايما بتيجي متاخر. لا على طول. لا هو انا اصلا كنت خايف من عرض المسرحيه دي. ليه؟ انا شغال مسرح من 2015 في الكليه عندي. والحمد لله من ساعه ما دخلت الكليه لحد ما اتخرجت بعمل بروفات بس. لازم تحصل كارثه تلغي المسرح هي تلغي العرض. فانا بقى كنت حاطط ايدي على قلب قبل المسرحيه لو هنعرض يعني هنعرض. ايوه لو لا دي اخر فرصه بالنسبه لي. ان هو الدور بتاعه اصلا كنا كل ما نجيب واحد يمشي تقريبا دوره هو الاب صح. فهو دوره كان بس يعني من الصغير شويه على الاب ده. بس هو هي عوامل الزمن يعني عوامل الزمن. بالنسبه لنا احنا هو كبير كشكله كده تحس ان هو اكبر مننا. ايوه وكان شعره اكبر من كده يعني. انت اصلا يعني كان ليك شكل تاني. بس فهو الدور ده كنا جبنا بتاع 15 واحد نجيبه يمشي يجيبه يمشي مش عارف يعني بيبقى فيه ما فيش توفيق في الدور ده بالذات. بس هو جه تقريبا في اخر احنا شغالين بقى لنا 4 شهور هو جه تقريبا في اسبوعين. فهو ما شاء الله لا هو عمل انجاز ده غير ان دوره اصلا كبير يعني هو المايسترو بتاع المسرح كله. فكان عليه ضغط كبير قوي غير ان هو كان لازم عليه كلام كتير يحفظه يعني هو بيلعب بينا كلنا يعني لازم اللي دور معايا دور مع كذا دور مع كذا. فهو دوره كان لوحده حوار يعني. هو بصراحه المسرحيه والفكره نفسها حلوه جدا بس حابه اخش بقى على النص الحلو يا جماعه في المسرحيه وهي حاليا هي البنت الوحيده اللي معانا في الفقره. لكن هي مش البنت الوحيده في الفريق بس حابه اعرف منك يا نغم انت ازاي عرفتي الفريق دوت وانت بقى كبنت بقى يعني بتتعاملي ازاي مع الولاد دول. انا عرفت الفريق عن طريق واحده صاحبتي هي كانت مع محمد من الاول فهي كانت منزله بوست على يعني كانت منزله ستوري على الواتساب فانا شفته يعني دخلت وسالت عليها واستفسرت وكده فعرفت ان انا بقى ان هو عايز ممثلين يعني عايز كاست يعني وكده فخدت منها كل التفاصيل ورحت. محمد عايزه ادخل معاك في حته انت يعني المسرحيه دي يعني ليها تاريخ وناس بتحبها يعني ما كانش عندك خوف شويه ان انت ممكن تلاقي هجوم من الناس لان لا ممكن تكون مغير فيها شويه حاجات وهم متعلقين جدا بالابطال الحقيقيين للمسرحيه؟ طبعا فكرت في الحوار ده كتير بس لقيت انا قلت مش هغير فيها حاجات كتير بس بالتالي انا لو ما غيرتش هيقولوا عليا بقلد او خدت الفكره من هنا عملتها ففين الاخراج اللي انت عملته او فين وحي خارج مخرج اللي انت طلعته. أيوة انت جبت المسرحيه اتفرجت عليها هوب نفذتها فده يعني لما اتعلمتها او اتعلمت يعني اصلا اخراج قلت احنا لازم نغير من الفريق من شكل المسرحيه. طبعا احنا خلينا الكلام كله او المسرحيه كلها على الاحفاد عشان برضك احنا كنا بنطلع احنا كنا مثلا انا سلطان كمال رمضان وسحر كنا بنطلع بنعمل كام حاجه بسيطه كده ونخرج تاني نسيب الاحفاد ياخدوا ايه الفرصه. طبعا المسرحيه كان الديكور بتاعنا عملناه زي ما هو نفس الديكور نفس بتاع الديكور. طيب موضوع بقى الجمهور نفسه يعني فكرة ان الجمهور يبقى موجود دي اكيد كان في خوف منها لان الناس خلاص اتعودت على حاجة معينة. هو اول حاجة الجمهور احنا قعدنا بالظبط احنا قعدنا اسبوع مش عارفين احنا كان ما بعناش تيكت. احنا قعدنا خلاص احنا الوقت حجزنا حجزنا المسرح خلاص حجزنا النهاردة احنا هنقل يوم الحد الجاي. طيب ماشي احنا معانا اسبوع كل يوم مفيش اي حاجه مفيش. طب يقعوا اهاليكم هيجوا على العرض طب احنا عايزين نبيع تيكت احنا برضك بيبقى علينا فلوس أكيد احنا طبعًا. عايزين نبيع تيكتات مفيش حرفيا تيكت اتباع. جه يوم الجمعه اللي هو قبل العرض بيومين قبل العرض بيومين خلاص احنا انا كاتب عليها شرط جزائي وقلت خلاص انا هتحبس وهو بيقول لي هنزورك وبتاع وعيش وحلاوه حصل. فخلاص اللي هو يوم الجمعه صلينا الجمعه وقاعدين بقى عاملين حاطين في البروفا كنا في القاعه عاملين كده هوب لقيت لك دي رن 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 والدتي عملت سبونسر للاعلان للصفحه لقيت كذا
الناس اتحفزت عايزه تيجي مع بردك طبعا الجمهور بتاع حسه والجمهور بتاع انس وبتاع نغم. في بردك الفريق اللي كان معانا كان جاب جمهور بس جم سعد العرض بس اللي هو احنا بعنا 750 تيكت في يوم واحد. دي طبعا معجزه يعني يا جماعه معجزه. ان يعني طبعا اي مسرحيه بيبقى ليها الخوف الخاص بيها اللي بيبقى الناس خايفه يا ترى هل احنا نقدر نكمل ولا بعد كل البروفات دي موضوع ايه ظروفه. فبرضه حابه ارجع تاني لانس، يا ترى موضوع ان انت تبقى الاب امتى بقى حسيت ان انت ناجح، يعني ان انت خلاص نجحت في الدور ده؟ ان انا نجحت في الدور ده لا، هو انا لما باخد شخصيه لازم ادرسها كويس جدا جدا. يعني انا اول ما مودي قال لي انت هتعمل دور رمضان السكري مش عارف ايه في نفس اليوم قعدت بقى كام يوم كده ادور على الفنان حسن مصطفى الله يرحمه اشوف شخصيته في الحقيقه. ايوه وشفت المسرحيه كذا مره. شخصيته في الحقيقه غير شخصيته في المسرحيه. طب ليه طريقه كلامه؟ ما عشان نبره الصوت. عشان نبره الصوت ما غيرش فيها كتير. انت ليه ما فكرتش مثلا انك ممكن تعملها بطريقه تانية مثلا؟ ولا هل ده يعني دي كانت صوره هو عرضها مودي يعني فعايزكم ان انتوا تبقوا نفس النبره ونفس الاداء لا هو انا حضرت للشخصيه بمزاجي انا يعني اللي هو انا شفت الفنان حسن مصطفى عمل شخصيه رمضان السكري ازاي. رمضان السكري كان في المسرحيه دي عنده 50 سنه دلوقتي كبر وعنده احفاد. انا ازاي هوظف بقى شخصيه حسن مصطفى الاب رمضان السكري؟ ايوه في ان هو راجل عجوز كبير كبر خلاص بقى تعب وعنده احفاد واولاد وعايز يشوف بقى مشاكلهم ودنيتهم. فهي هو الموضوع مش كده يعني. فقعدت ادرس الموضوع لحد بقى ايه بدات اقرا النص واحفظ. محمد حسام عايز اعرف منك اكتر يعني الكواليس بقى، يعني ايه اكتر حاجه؟ انا سمعت ان في كواليس يعني فظيعه كان نفسي نعرض النهارده جزء ولكن للاسف الوقت مش هيبقى يعني معانا ان احنا نعرض كواليس، بس عايز اعرف منكم بقى ايه الكواليس بقى وازاي تتعاملوا معاها؟ الكواليس بتاعه البروفات دي حاجه لوحدها اصلا يعني. كانت تقريبا نص يعني بنيجي البروفه دي يعني من الاساس اللي احنا في البروفات اصلا في الوقت البروفه بنيجي متاخر في كل بروفه ما شاء الله. الراجل ده لا ومش في البروفه بس يعني مش هفضحكوا على الهوا بس هم اوريدي اتاخروا برضه النهارده فيعني حصل خير. لا هو التاخير يعني تحس دي حاجه طبيعيه. دي حاجه طبيعيه. هو بيجي قبل البروفه بساعه فبيجي يتعصب بقى ومتضايق وبتاع ف وبتصل بينا كل شويه واحد كل شويه يجي بعد 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعه نص ساعه فتقريبا مثلا يعني ايه بروفه 3 ساعات او 6 ساعات لو 6 ساعات بنضيع 3 ساعات لو 3 ساعات بنضيع ساعه ونص اللي هو نص البروفه يطير. بنيجي بقى اللي هو دمه محروق ومتعصب ومتضايق فاحنا اصلا بنيجي ايه في برود سن البرود كده ممكن نيجي بقى نشغل اغاني نفرفش. احنا ما اشتغلناش بجد غير اخر شهر او اخر شهرين بالظبط. الاجتهاد حلو جدا يعني. عاملين زي اللي هم بتوع الطلبه عندهم امتحان فاللي هو بقى لازم قبلها بيومين قبلها يعني اللي هو او بيوم واحد كمان بس. وكان لا يعني كان عندنا يعني في حبل حتى قبل العرض بيوم ما كانش في حد مضغوط كنا عادي كنا قبلها بنهزر كنا خارجين في اليوم ده وعشان ما نحاولش ان احنا نضغط نفسنا بنحس ان احنا ايه يعني اخرج من المود اللي هو اللي انا يعني مثلا اتخني أو اللي انت بتفصل فيه أنا عن انا بكره هفشل انا بكره ممكن انسى كلام ممكن بكره ما اعرفش هقول ايه. دي الفكره كلها. بس لا احنا كنا في بروفات يعني كنا حاجه اللهم صل على النبي عليها يعني كنا حاجه لا الناس كانت بتشتكي مننا من صوت بقى والدوشه والهزار. انا بشكركم جدا فريق مونولوجاتي المسرحيه محمد مصطفى بشكرك جدا نغم اسامه بشكر محمد حسام وانس هشام. دي كانت اول فقره معانا فريق مونولوجات المسرحيه وفقره شبابيه. استنونا بعد الفاصل ولو انت نفسيتك محتاجه شويه ايجابيات خليك ايجابي مع فقره اشجان الحويلي بعد الفاصل استنونا.